السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم في قناتي. اليوم رح نعمل تجربة على المكنة، رح نعمل عليها اللاتين ونجربها. أول شي نشغلها. هون علبة الحليب أنا كنت شايلتها، رح أحط فيها حليب وأجيبها. طبعا الحليب لازم يكون بارد. هاي علبة الحليب هون، هون بعد ما كملنا اللاتين. ذوا هون عندنا الاشعار لون برتقالي، لازم نضيفها. هاي الكاسة، هاي الكاسة، هذا يصير مثلنا ضغط. رح نجرب باقي انواع الكافي الموجوده في النسبريسو لاتسي في فيديو اخر ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.